ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. سعادة الوزير، كما تعلمون كان فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله، كان من المهتمين بالتعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لنهضة المجتمع، كما كان رحمه الله حريص أن يكون التعليم في المملكة مواكب لأحدث النظم العلمية والتعليمية في العالم. هل لك أن تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ السلام عليكم أخي العزيز. اسمح لي في البداية أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وعن جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم بخالص التعازي والمواساة إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى كذلك سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء، وإلى أصحاب السمو وإلى آل خليفة الكرام، وإلى شعب البحرين الوفي بهذا المصاب الجلل. أسأل الله تعالى لفقيد الوطن أن يسكنه فسيح جنلاته ويغفر له ويرحمه. في الواقع أخي الكريم، التقرير الذي قدمتموه الآن تقرير مهم جدا يسلط الضوء. أنا تشرفت بخدمة الفقيد سنوات طويلة كوزير للتربية والتعليم. في الواقع أن اهتمام سموه كان متواصلا بالتعليم، ولا يعني في كثير من جلسات مجلس الوزراء كان يتطرق إلى التعليم وأهميته ومتابعته، وكذلك بحث كل ما من شأنه الارتقاء بهذه المسيرة التعليمية. وهذه جسد الأقوال التي وضعتموها الآن ضمن هذا اللقاء التي تؤكد اهتمام سموه وهذا رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باهتمامه بالتعليم وبالتنمية، وأيضا بالطلبة والطالبات، باعتبار أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية التي حرص عليها الفقيد. في الواقع يعني هذا ليس فقط على مستوى المملكة البحرين، تقدير له في هذا الشأن الحيوي الحضاري المهم، وإنما أمس وإنما أيضا حتى منظمة اليونسكو حدادا على الفقيد قامت بإنزال العلم. هذا يؤكد السمعة الطيبة، وكذلك الأمم المتحدة، هذا يؤكد السمعة الدولية التي يكنها العالم لفقيد البحرين. في الواقع أن إذا تسمح لي أتكلم، يعني لا شك أن كان يولي التعليم أهمية كبيرة باعتباره أساسا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، فهو رحمه الله قد بدأ اهتمامه بالتعليم منذ عقود عديدة، عندما عين في عام 1957 مسؤولا عن التعليم وملف التعليم، مسؤولا عن مجلس المعارف الذي وضع الأساس الصلب والخطط المحكمة لمسيرة التعليم. فبالتالي انتشرت المدارس وفي المدن وفي القرى، وكانت هناك نقلة نوعية جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول، وهذا ما يؤكد عليه الكثير من التقارير. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تقرير توفير التعليم للجميع الصادر من منظمة اليونسكو، والذي وضع البحرين منذ سنوات عديدة في الفئة الأولى بل الأكثر عربيا في أول تقرير أصدر عن هذا الجانب، ولا زالت البحرين في الفئة الأولى مع الدول الكثيرة، في الفئة الأولى على صعيد الدول العربية أصلي. في الواقع لو نظرنا إلى النقلة النوعية للتعليم مثل ما تفضلتم في تقريركم الكريم، كان اهتمامه بجميع النواحي وليس فقط في مرحلة معينة، لذلك كان هناك اهتماما بالتعليم. وأتذكر على هذا الصعيد نقطة مهمة لما تم إنشاء معهد
خليفة بن سلمان للتكنولوجيا. في الواقع هذا المعهد الذي أضاف لبنة كبيرة على صعيد التعليم الفني باعتباره أساسا مهما يخدم سوق العمل. فشهد هذا المعهد أخي الكريم العديد من التخصصات، ومن ضمنها إنشاء مركز للتميز في هذا المعهد يقوم بالتولي مهمة تدريب المعلمين، وأيضا بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وبالتالي إصدار شهادات بالتنسيق مع هذه المنظمة العريقة. وأتذكر عندما تم تكريم سموه رحمه الله كنت من ضمن الوفد، ووقعنا اتفاقية هناك على أساس إنشاء هذا المركز بصورة رسمية، وتفعلت التعاون بين الجانبين. وفي الواقع هذا المركز اليوم في مركز التميز يشكل دعامة أساسية في التعليم، وحتى بدأنا أن نقيم دورات لناس من خارج البحرين مختصين بالتنسيق مع مكتب التربية العربي لدول الخليج. في الواقع أنتم أشرتوا أيضا للرعاية الكريمة التي كان يوليها لحفلات التخرج، سواء في عيد العلم، احتفالات الجامعات والمدارس. كانت دائما هذه فرصة يلتقي فيها المكرمون، يلتقي فيها كل من تم تكريمه بسموه. ولا يعني يمكن هذه من الأمور التي يجب أن أشيرها في هذه اللحظات الوطنية المهمة والأحداث التي تشهدها اليوم مملكة البحرين نظرا لهذا المصاب الجلل. أنا دائما أتذكر يعني وقفات سموه مع المكرمين، يسألهم، يعرف عوائل البحرين، يعرف أسر البحرين، يسألهم حتى الكثير من الأسئلة عن مناطقهم. فنقضي وقت طويل في التكريم، يعني احنا كنا نخطط لوقت معين للحفلة، حفلة التكريم، ولكن يتضاعف الوقت لأن سموه كان يسأل كل طالب ويجيب على استفساره، ويحس ويجد من يتم تكريمه أن هناك طابعا أبويا وليس فقط رسميا. فيعني كثير من المكرمين يتفاجؤوا بأسئلة رحمه الله عندما يتم يسألهم عن ذويهم، عن مناطقهم، عن فهذا يترك انطباع كبير عندهم. هذا أنا شهدت عليه كثيرا في هذه الحفلات التي يتم تكريم فيها. وكذلك عندما أيضا أمر سموه بإنشاء الجائزة خاصة للتميز في الأداء التعليمي، أن نقوم بمنحها للمدرسة المتميزة، وبتوقيع من سموه رحمه الله تعالى. وأيضا يتم استقبال المدرسة الفائزة. وكان هناك تأثير كبير على هذه الجائزة، عاد بالخير والحمد لله على المدرسة وأدائها والخدمات التعليمية التي تقدمها، وجد نوعا من المنافسة بين المدارس الخير، وهذا لله الحمد كان لها تأثير كبير جدا. لا شك أن هذه الجهود على الصعيد التعليمي يعني لم تختصر على جائزة واحدة أو مقابلة أو غيره من توجيهات، ولكن كان هناك يعني اهتمام كبير جدا، يعني لا أخفيك سرا، وهذا معروف عن الفقيد الكبير. لذلك يعني ستظل ذكراه لدى الميدان التربوي، لدى الطلبة، لدى أولياء أمورهم الكرام، ذكرى عزيزة تجمع وتعبر عن محبة وتقدير والدعاء في نفس الوقت، أن الله سبحانه وتعالى يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله. إذن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.